السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلوج النهاردة في الريف المصري، نعمل لكم فلوج اهوت بعد يوم مليء بالأمطار الغزيرة من خير الله، وقت غروب الشمس ده ما احنا شايفين اهوت. جولة أرض برسيم، وكان بينا أرض فول بلدي. نبص عليها على السريع زي ما انتوا شايفين كده. ربنا يبارك لأصحابها، فول كويس يعني، مفيش فيه إصابات فطرية قد كده ولا في إصابة حشرية، لأن الجو برد فمبقاش فيه إصابات حشرية دلوقتي. كل التركيز بيبقى على الإصابات الفطرية، ولو في إصابات حشرية بتبقى زي دي كده صناعة أنفاق، بس يعني ورق قديم يعني. دي الإصابات اللي ممكن بتبقى موجودة دلوقتي، اللي هي الطبق الأول البني والأصداء الفول، الامراض بقيه الامراض الفطريه اللي شرحناها في الفيديو السابق. بس ده تصوير من ارض الواقع يعني، زي ما بقول اهو. هنا برضه اهوت طبق بني زي ما ظاهر في الورقه، نصور لك اهوت الطباعة المصرية بعد سقوط الأمطار طوال اليوم يعني. طول اليوم كان في شتاء وأمطار، أمطار غزيرة، واحنا ماشيين اهوت في حقل فول. قلنا نعدي عليه ونوري الناس على الطبيعة اهو. التصوير حلو، غير الأسبوع اللي فات كان هوا شديد جدا فما عرفناش نصور كويس في الفول البلدي. فده زي ما احنا شايفين اهو، اصابات قديمة بالصناعات الانفاق، وصلوا تبقع البني بس ده على اطراف الارض يعني. ده نبات الخس والكرنب، ودي ارض كتان اللي موجودة ديت، فلازم نشوفها. واحنا ماشيين كده ايه، نبص على الارض جولة المهندسين الزراعيين. ودي ارض برسيم ومزروع عليها توم. دي جولة في الارض الصحراوية، الارض المصرية الخصبة. طبعا أرضية طين بس عالية، مفيش أي مشكلة خالص. طبعا الأراضي بتبقى فيها أصفرار بعد الري، أراضي القمح، فدي لازم تترش بعناصر صغرى مع أحماض أمينية، بالإضافة برضو عناصر كبرى، ولو أمكن ممكن تحط معاه سيتوكينين أو طحالب بحرية، لأن السيتوكينين والطحالب بتبقى مكلفة شوية، بس الأفضل وضعها يعني، لأن هي بتحسن النبات بصفة كبيرة جدا، وتضيف معاها فولفيك أسيد. فولفيك أسيد برضو بيساعد على امتصاص العناصر الصغرى للنبات، وبالتالي النبات يستفيد منها كويس. ده بالنسبة للفولفيك أسيد، بيساعد على امتصاص العناصر الصغرى، بيحسن من خواص النبات، زائد انه بينشط المجموع الخضري والمجموع الجذري في نفس الوقت يعني، بيستخدم كمنشط عام. وبرضه لما بيتحط على العناصر الصغرى بيساعدها في التخليب، تبقى عناصر مخلبة، وبالتالي لما العناصر
تكون مخلبة، النبات بيمتصها بصورة أسرع وأسهل غير لما تكون عناصر غير مخلبة، فالنبات ما بيقدرش يمتصها والنبات بيفقد كتير من العناصر اللي بتترش. لذلك لازم لما تيجي ترش عناصر مخلبة، ما تكونش عناصر عادية أو معدنية. يفضل لو مش هتبقى مخلبة يفضل تضيف مع الفولفيك أسيد. بالنسبة للهيوميك أسيد، الناس بترش هيوميك أسيد، الهيوميك أسيد ما بيحبش، يعني لا يفضل يرش بيه ورقيا. ممكن تستخدمه مع التسميد الأرضي أو يقلب على السوبر واليوريا وقت بدار اليوريا والنترات والسوبر، ممكن تقلب معاها هيومك وتضيف برضو فولفيك مع الهيومك. برضو ممكن استخدام الفولفيك زي دي كده، أرض اهيت قمح اهو، دي أرض قمح اهيت ضعيفة بسبب عدم التسميد الجيد، سواء التسميد العضوي اللي هو السباخ البلدي أو التسميد الورقي. نتكلم على التسميد الورقي لأن الأراضي بدأت تضعف من بعد بناء السد العالي بسبب عدم وجود فيضان النيل، الطمي بتاع النيل زي زمان، فبالتالي الأراضي بدأت تضعف، فلازم تعوضها بالسباخ البلدي التسميد العضوي، ولازم يكون السباخ متحلل وجاف، ما تحطش سباخ بلدي طري لسه طالع طازة، لازم يكون اتعرض للشمس وتحلل ناشف، عشان لما بتوضع سباخ بلدي سواء كان أغنام أو دواجن أو مواشي هو طري بيسبب الأمراض الفطرية والأعفان للمحاصيل اللي هتزرع في الأرض دي، سواء كان محاصيل درانية أو محاصيل جذرية زي الفول أو بقولية يعني عامة، وزي الرز محاصيل ذات جذور شعري جذور غير عميقة يعني بيجيب فيها الأمراض والنيماتود، برضو بتيجي عن طريق الحاجات زي دي. احنا بنعمل جولة اهو في الأرض وبنفرج الناس على النباتات وهي لسه مغسولة يعني من الأمطار وقت غروب الشمس اهو. ده من أول ما صورنا والفول هناك اهو لحد دلوقتي، ده فلوج كده يعني ايه خفيف كده، نوري الناس يوميات المهندس الزراعي في يوم الأجازة مثلا، لأن النهاردة أنا بصور الجمعة، كان الشتاء شغال طول اليوم من الصبح إلى قبل الصلاة بنص ساعة، فما قدرناش نعمل حاجة. في الوقت أحسن فرصة، في الوقت صحيح فيه طين، اقتربت صلاة المغرب، حتى هو الجهاز بيقول اقتربت صلاة المغرب اهو. الفرق بين الأرض المتسمدة كويس زي ما انتوا شايفين باين عليها، في بعض البقع صحيح دي بتحصل ان تبقى حتت مش متساوية كويس فالمية تركن فيها، من غير الأرض دي زي ما احنا شايفين دي أرض عايزة شغل كتير وعايزة تترش مرة واتنين، لأن دي المرحلة الحرجة لها يعني ايه، ما كانتش ترش دلوقتي الرش كله ايه مش هيبقى كويس بعد كده، قبل مرحلة التفريع اللي شرحناه في بوست من يومين تلاتة كده على صفحتنا على الفيسبوك. هنا غالبية الأراضي زي ما احنا شايفين بتبقى قمح وبرسيم والفول اللي احنا شفناها اول الفيديو.
بس ده عامة المنظر العام بعد هطول الأمطار أهو. زي ما انتوا شايفين اهو، انا مصور لكم اهوت اول باول اهو، صوت الامطار طبعا عشان الشمس ضاربه في الكاميرا ما تبقاش باينه قوي، فاحنا بنركز لكم على الجانب اللي هو جاي عليه الشمس، لان وقت الغروب دلوقتي فالسماء صافيه دلوقتي، يعني ما كانتش صافيه كده الصبح ولا امبارح، كانت كلها غيوم، مع ان في غيوم اهي بس مش زي امبارح او النهارده الصبح، يعني بدا السماء تفتح والشمس تبان اهي. في الايام اللي فاتت ما كانتش مساعده على الرش بالنسبه للناس اللي لسه بترش حشائش القمح او الرش التسميد الورقي او الفطري، سواء في الفول او البصل او حتى بنجر السكر اهو. منلكوا جولة اهو. فبالتالي الوقت يعني يفضل بعد الشتاء ده الناس اللي مرشتش تستغل الفرصة بقى في ايه، لما يكون الجو صافي وترش الاراضي القمح المصابة بالاصفرار زي ما قلنا كده، عناصر صغرى حديد وزنك ومنجنيز ومغنيسيوم، بس تكون تركيبات محترمة يعني، مع سماد 2020 اللي هو النيتروجين فوسفور بوتاسيوم، بالإضافة للأحماض الأمينية والسيتوكينين أو الطحالب البحرية، لو في طحالب يبقى أحسن وأحسن. دي الأرض اللي تحت إيه، تحت إشرافنا زي ما أنتوا شايفين كده بتاعتنا، يعني تختلف عن الأرض اللي جنبها، طبعا أنتوا شايفين الفرق واضح جدا. وزي ما قلنا لازم نلف حوالين الأرض، وطبعا اللف النهارده يعني مش هيبقى قد كده، هنحاول نلف يعني لأن الطين بيتجمع على رجل الواحد، فمش هنقدر نلف قد كده يعني، بس على السريع كده لقطة عشان الفيديو، عشان ننهي الفيديو لأن الفيديو طويل. زي ما حضراتكم شايفين اهو، احنا بدأنا الفيديو تقريبا من عند البيت اللي هناك ده لحد ما جينا هنا، هنخلص معاكم الفيديو ده في لوج كده سريع بعد هطول الامطار. النباتات زي ما انتم شايفين كده عليها الايه، لسه عليها الميه بتاع الايه بتاع الشتاء اهو، زي ما واضحه وبإذن الله في فيديوهات كتير يعني الفترة الجاية إن شاء الله هتبقى زي دي كده، منه فيديو فلوج تصوير للريف المصري، وفي قلب الفيديو كده هنقول بعض المعلومات السريعة على حسب اللي نشوفه على النباتات المزروعة، يعني سواء كان قمح أو برسيم أو بنجر، لو شفنا بنجر أو فول بلدي، وطبعا اخوة بتوع البطاطس البطاطس والبصل برضو، لما نشوف حقل بطاطس وبصل بإذن الله هنصوره يعني، بس الوقت عشان الشتاء احنا ايه مش قادر الف كويس يعني، ولا قادر امشي عشان خاطر العملية يعني بقت مليانة طين يعني واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله عن امراض البصل
الفيديوهات الجاية إن شاء الله عن أمراض البصل، وبداية من أول الزراعة هنبدأ نشرح نرش إيه الحشائش العريضة وحشائش الرفيعة، وهنشرح الأمراض بتاع البصل. هنعمل فيديو مخصوص البصل، وهنتكلم عن بسلة برضو إيه اللي ترش للحشائش العريضة والرفيعة في البسلة، وبرضو التسميد الورقي في البسلة والبصل، وكذلك إن شاء الله نعمل فيديو كده سريع عن البطاطس يعني. بس هو البصل عشان اليومين دول يعني تم عملية الشتل، يعني أغلب البصل اتشتل دلوقتي، مبقاش فيه بصل خلاص يعني، كل الأبصال اتشتلت. والنسبة لترش حشائش رفيعة وعريضة، وننصح الناس ترش ازاي وتعمل ايه، لأن الناس بتغلط كتير في موضوع الحشائش ده، بترش غلط يعني، بتستخدم مركبات خطأ والخلط والكلام ده كله، هنشرحه إن شاء الله يعني. وننهي الفيديو على كده بإذن الله. ومتنسوش بس الاشتراك في الفيديو واشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس، وتشيروا بقى الفيديو مع أصحابكم بقى على الفيس والواتس والإنستجرام والماسنجر. ومتنسوش بس الاشتراك بالقناة يعني عشان يوصل لكم كل جديد، ولايك عشان كل ما اللايك كل ما تحطوا لايك كل ما القناة بتزداد يعني، وبيوصل توصل للناس أكتر. وفيديو جديد عن الريف المصري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.